وأشار زعيل إلى أنه لم يتم النقاش حتى اللحظة حول التهدئة في الحديدة، والمبادرة التي طرحت بخصوص الحديدة هي مجرد أفكار عامة، مؤكدا أن خيارات الحكومة واضحة وتتمثل في تسليم الميناء إلى وزارة النقل لتتم إدارته كما كانت سابقا، وكذلك الشأن في مسألة الضرائب والجمارك التي يجب أن تكون تحت إشراف حكومي مباشر. موضوع الحديدة يا أخي، الورقة هذه مطروحة على الطاولة للنقاش، لكننا سنتعاطى مع أي ورقة تأتي من قبل المبعوث الأممي للنقاش ما لم تمس موضوع السيادة اليمنية، وما لم تتعارض مع المرجعيات الثلاث بما فيها قرار 2216. الميناء سوف نحن طرحنا بصريح العبارة أن الميناء يسلم لآليته السابقة والحديثة للدولة على أساس أن يسلم لوزارة النقل. الحديدة تستلمها قوات من وزارة الداخلية اليمنية، الوحدات العسكرية المتواجدة في الحديدة يتم إعادة تموضعها إلى معسكراتها الدائمة المعروفة في الحديدة. نحن لن نتعاطى مع نتعاطى مع هذه الورقة بكل سلاسة وبكل كذا، مثلما أكدت لكم أنها ما لم تمس السيادة اليمنية وما لم تخل بالمرجعيات الثلاث ومن ضمنها القرار 2216.